للورق، ايش حيستخدم ورق هو؟ استخدم الاي 4 في التعليم اول شيء؟ اي نعم، شخمط فيها ويخطئ وكذا. صحيح، ممكن يستخدم الاي 4 العادي. أيوه. كبداية، ثم بعد ذلك في المراحل المتقدمة احتاج انه استخدم اوراق الكوشيه، اوراق لماع. اوراق لماع كوشيه؟ اي نعم. ايوه، فهذه تجي جاهزة، كراسة جاهزة، ما ياخذ كراسة جاهزة او اوراق تجي لوحدها استفيد منها. تمام، هذه كراسة خط. إيه. وحتى الورق مربوط مع بعض احسن. إيه. من الاي 4 هذا يبدأ يكتب والمقاس اي 4. تمام تمام، جزاك الله خير. بارك الله.